المبدعون هم صفوة المجتمع، يأخذون من إبداعاتهم ما يجعل مجتمعهم في أعلى الدرجات. مرسم ملتقى الفن بالمكلا احتوى على العديد من المبدعين، ولإبراز إبداعاتهم شارك الملتقى في فعاليات أسبوع البلدة بمتحف المكلا لإظهارها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مرسم ملتقى الفن بالمكلا نظم بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، وتزامنا مع احتفالات موسم نجب البلدة السياحية، معرضا تشكيليا شمل نتاج ورشة عمل فنية وأعمالا أخرى متصلة بالبحر والبلدة. فعاليتين شارك فيها ملتقى مرسم الفن هذا العام، الأولى تضمنت ورشة عمل فنية دشنت في ساحة حصن الغويزي بالمكلا، والأخرى كانت تنظيم معرض تشكيلي بمتحف المكلا لنتاج ورشة العمل ورسومات أخرى متعلقة بالتراث البحري وموسم البلدة. يشارك مرسم ملتقى الفن بفعاليتين في مهرجان البلدة، الأولى هي كانت ورشة عمل في حصن الغويزي المجموعة من الرسامين، واليوم بإذن الله معنا معرض أيضا نتاج عمل ورشة العمل والأعمال أخرى تتعلق في البلدة. كل هذه الفعاليات تمت في حصن الغويزي الأولى، والفعالية الثانية حاليا تقام في قصر السلطان. شاكرين للهيئة العامة للآثار جهودهم وتعاونهم مع المرسم في إقامة هذه الفعالية، والفعالية هي أيضا برعاية السلطة المحلية وصندوق التراث والتنمية الثقافية. إقبال كبير لزوار المعرض التشكيلي لملتقى مرسم الفن الذي كان الهدف منه تسليط الضوء على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية في بلادنا، ولفت انتباه الجهات ذات العلاقة للاهتمام بهذا الجانب الذي يعكس تاريخ وثقافة وحضارة حضرموت. الإقبال كبير للمهرجان، المهرجان البلدة هذا العام، للمتحف وللغويزي وأيضا في المعرض الذي يقام هنا في القصر. نتمنى أنه كثرة الزوار يسلطوا الضوء أكثر، أيضا على الإعلاميين عاتق كبير على تسليط الضوء أكثر على الاهتمام بالآثار ومعالمها وترميمها. بعدين رحنا سوينا معرض في قصر القعيطي، وكانت هذه من ضمن المشاركات بمناسبة موسم البلدة، والحمد لله كان الإقبال عليها مرة جميل والكل ينبهر منها والأعمال. طبعا اشتركت في المعرض بثلاث لوحات تقريبا، ومع صناعة التحف بالأصداف البحرية. أوجه رسالة للمحافظة، للناس المهتمين بالفنانين أو بالرسومات اللي تخرج من أيادي حضرمية. مرسم ملتقى الفن بالمكلا استطاع من خلال تنظيمه للفعاليات والورش الفنية عرض المواهب الشبابية القادرة على إبراز وخلق الجمال لثقافة وحضارة وتاريخ المجتمعات، والتي تحتاج إلى كثير من الاهتمام.